فقد بصره فأضاء للعالم بصيرته بكتاباته وإبداعاته. طه حسين، عميد الأدب العربي، 50 عاماً مرت على رحيله، ولا تزال مؤلفاته تتصدر الأكثر مبيعاً داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. رغم غلاء الأسعار ورغم غلاء الورق، لكن في نسب كبيرة قوي من المواطنين جايين بيسألوا عن الدكتور طه حسين والمؤلفات الجديدة اللي احنا لسه طبعينها السنة دي. لما بتقرأ كتب دكتور طه حسين ما تتخيلش ان في يوم من الايام الراجل ده فقد بصره، كأنه يرى رؤية يعني خلاف اللي بيراها البشر اللي الذين يملكون البصر. الايام من أشهر كتب طه حسين، وما زال حتى اليوم يتصدر قائمة مبيعات مؤلفاته رغم مرور عشرات الأعوام على تأليفه، وهو الكتاب الذي جسد حياة عميد الأدب العربي داخل قريته الصغيرة ومعاناته منذ الطفولة وتعامله مع أساتذته في القرية وانتقاله إلى القاهرة ثم إلى فرنسا ورحلاته في القارة العجوز. أنا مولد 67، ففي الثانوي درسنا الأيام. حبيت اسلوبه مع انه اللغه بتاعته تقيله جدا، صعبه شويه على الاجيال الحديثه، لكن بالنسبه لنا لما تربينا عليها بقت سهله بالنسبه لنا. طريقه كتابته سلسه حلوه تشدك، لو مش تبقى قاعد تقرا انت مش فاهم الكلمه دي، انت عايز تفهم معناها. بيدخلك في تفاصيل الاحداث جدا، هو انت عايش معاه في القصه، في الكتابه، في كل حاجه. له العديد من المؤلفات الأدبية المؤثرة في تاريخ الأدب العربي، والتي هدفت للحفاظ على التراث الحضاري العربي والانفتاح الثقافي على الحضارات الأخرى. قرأت له الفتنة الكبرى وبعض الكتب الأخرى ذات الأهمية. هو مفكر عبقري وفذ، قلما أن يتكرر، يتميز أسلوبه بالعمق الشديد جدا، عنده قدرة عالية جدا على طرح الأفكار التي طرحت سابقا بأسلوب مغاير وبأسلوب عصري يتناسب مع العصر الحديث بداية من القرن 20 وما تلاه. تمكن من دراسة اللغة اللاتينية والاطلاع على الكثير من مصادر الأدب الفرنسي، وفي عام 1919 حصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا في التاريخ. واليوم وبعد مرور أكثر من نصف قرن على رحيل طه حسين، تؤكد مؤلفاته أنه باق ولن تنساه صفحات التاريخ. أيمن عماد، هنا القاهرة، عاصمة الخبر.